مساء الفل. ايه في حضرتك شفتي عفريت ولا ايه؟ ايه البت اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ في ايه؟ ما انت من ساعة ما حرقتيلي شعرك بقيتي شبه ام الاشكيف. انا اكتر بذمتك انت اصلا شفتي ام الاشكيف دي؟ يا ماما يا ماما كفايه تنمر يا ماما. يا بنت انا مش بتنمر، انا بقول الحقيقه اللي شايفاها قدام عيني. وبعدين كفايه يعني كفايه تحطلي في نفسيتي، انا برضو حساسه. انت بتحسي ولا عندك دم؟ وبعدين القمر ده، القمر ده شبه ام الاشكيف. هو فين ده؟ مش بقيت تبقى هي احلى اصلا؟ وبعدين ده ستايل حتى بصي. تعرفوا موضه ولا ستايلش؟ بتعكوا في نفسكم وتيجوا تقولي ستايلش. ده بس اللي فالحه فيه، كل اسبوع الاقيكي طالعالي وقصالي شعرك. بقول لك انا مهما عملت في شعري ما بيعجبكيش. جت هنا اللي عايزه خلق. انا مش فاهمه بس ايه مشكله الامهات في موضوع قص الشعر ده؟ عشان ما عندكوش ذوق. مش ورانا وانتوا تكسبوا. خلينا في المهم، انا جعانه. في حاجه تتاكل؟ في، استني، في طبق بطاطس بالفراخ كان فين؟ احلفي. اهو. طب هاتيها، ده انا بموت فيها. سكي. ايوه بقى تسلم. معلش ثاني واحده. ماما دي انت حطالي فراخ في طبق تاني؟ ما عندك في الطبق. هو حضرتك شايفه حاجه انا مش شايفاها ولا ايه؟ يا بنت بصي كويس، ما هو قدام عيني. لا ثانيه واحده لقيتها. انت قصدي دي؟ اولا تقولي الحمد لله. الحمد لله طبعا، الحمد لله. ثانيا ده مش جديد، ده باقي من الطبيخ يعني، قلنا نخلصه بكره بقى اشوف هطبخ ايه. كانت شغاله ما طلعتش عندها من الاول، فاهمه؟ بعد اذنك سخني لي غفين دول لو سمحت. لو في شويه رز هاتيهم. كان في معلقه ليها اسبوع على الله لقاها لك، ما كنتش حابه اخوات الكلب. الو. ايه كنت فينك كده؟ انا في البيت والله. طنطك عامله لنا بقى النهارده صينيه بطاطس بالفراخ من غير فراخ، مش عايزه اقول لك عليها يعني. تعالي كلي معايا. لا ده انا اللي بكلمك عشان اقول لك تيجي تتغدي معانا. ماما عامله البشاميل اللي بتحبيها النهارده. يا لهوي يا ايفا، مش تقولي لي. طيب يا شيخه والله كنت رجعت عليك انت يا شيخه، ده الواحد نفسه فيها. هو في زي مكرونه طنط ولا تعصيج الطنط ولا بشاميل طنط؟ يا لهوي. خليلي كتير مكرونه ايفا، خلينا البطاطس. امي برده لازم استحملها، انت فاهمه؟ لا حاولي تيجي بجد، دي عامله لك البانيه اللي بتحبيه، مقرمش كده وكريسبي. كمان يا لهوي كده برضه يا ست الكل من غيري. دي كانت عايزه تعمل مشكل محشي، انت عارفه بقى محشي ماما، بس قلنا لها لا يا ماما كفايه كده النهارده. لا هو كفايه فعلا اللي انت بتقوليه ده. في ايه يا ايفا؟ انا عايزه اقول لك انا مفيش محشي دقته في حلاوه وطعمه محشي طنط. يا خرابي، ايه ده؟ عليها شويه تقليه. لا 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 لا. طب انت بقى فاكره فراخ مشويه اللي عملتها لنا لما نسفناها قبل ما الكوره تطلع من الفرن؟ عالميه والله. المفروض طنط دي تفتح مطعم. وعليها بقى طاجن عكاوي ما دقتش ولا هدوق تاني زيه. ايه ده؟ ربنا يحفظها لنا، رب يخليها لنا. طيب طب اقفلي بقى انت دلوقتي، ولو عرفتي تيجي تاخديني تعالي. ها في ايه؟ العيش سخن؟ سخن ولا هو سخن؟ انا في ايه يا ماما؟ بيخلي مؤيفة تنفعك ماما. الطبق طيب جعانه. طب على فكره بقى ريحه البطاطس حمضانه. يلا بقى، وكنت هاكلها عشان خاطرك، ولو كانت حلوه ما كانتش قعدت اصلا. انا غلطانه، انا هروح لايفا، هروح لعند مؤيفة اكل عندها وهبات. انا ايفا، استنيني ايفا انا جايه اكل معاكي. لا تيجي فين؟ ده احنا لسه شايلين الاكل حالا، الاطباق اتلحست. بصي الاكل ما قعدش بقول لك. طب حته بانيه طيب. اهو البانيه ده بقى بالذات اتنسف زي الفراخ المشويه كده، فاكراها؟ انتوا متفقين عليا ولا ايه؟